دورة العمال أو كما تعرف محليا بدورة الحماميل، منطقة معروفة في الجانب الأيمن من الموصل يجتمع فيها مئات العمال كل يوم، وتعد نقطة انطلاق إلى العمل بالنسبة لهم. قامت جمعية خيرية هناك بافتتاح مطعم لهؤلاء البسطاء، يقدم وجبتي طعام كل يوم بالمجان ليخفف عن كاهلهم مصاعب الحياة. دورة الحمامين يعني، وتعرف الحمال يوميته 10,000 دينار 15,000، فدوب تكفينه لعائلته. فاحنا هون ننطينه وجبة فطور صباحي مجاني ووجبة غداء مجانية، دعم من المحسنين للفقراء. ما عندنا أي جهة حزبية، لا ننتمي لا الحزب ولا أي سياسي. احنا الغاية من افتتاح هذا المشروع الخيري هو أن يوفر على العمال ثمن الفطور والغداء، ويعودون بما يحصلون عليه من مال إلى منازلهم. قرابة 500 حصة توزع في كل وجبة، يتحمل تكاليفها كرماء من أبناء المدينة. فتحوا هذا المشروع قبل عدة أشهر، وهذه هي نسخته الثانية في الجانب الأيمن من الموصل. يعني تخفف علينا يعني يوميته 15، أكل بالفين 13، تخفف عليه 2 دينار. هو عامل وعنده عائلة بالضبط، وطبعا تخفف عليه. والله يعني جيت صراحة شفت شوية عيب أول مرة بدايته، يعني جيت قلت والله، بس ما شفت العالم، قلت لا والله عادي، حالة الناس أجياني هم نجي أتغدى هنا، ما تفتر النار كله أنت تحصل لك 5,000 تتغدى ب2,000 دينار. يوفر هذا المطعم الخيري قرابة 100,000 دينار على كل عامل من خلال تناول الفطور والغداء في المطعم طوال أيام الشهر، وينعكس هذا الأمر ليكون المبلغ من أجل عائلته. مشروع خيري هو الأول من نوعه في هذه المدينة، وكان له صدى واسع بسبب الشريحة التي يقدم الخدمة لها. العامل يوميته 15,000، يعني هال 15,000 للإيجار ولا للمولدة ولا للدواء ولا للعلاج، فاختصرنا له أنه وجبة الغداء، وجبة الفطور وجبة الغداء. قرابة 2,000,000 إنسان يعيشون في نينوى تحت خط الفقر بحسب الإحصائيات الرسمية، وهذا الرقم بدأ يرتفع في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد. من الموصل، محمود الجماس، قناة التغيير.